اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقه الجديده من برنامج تحت الطبع. نستعرض في هذه الحلقه مع عناوين صحف جريده الشعب الصادره غدا ان شاء الله. معنا في الاستوديو الاستاذ رمضان عرابي مدير تحرير الصحيفه. اهلا بحضرتك استاذ رمضان. اهلا بك. في البدايه اول عنوان معنا: سياسيون احداث الكنيسه، مخطط جديد لاسقاط اول تجربه ديمقراطيه، ودي من الصفحه الاولى من صحيفه الشعب. أستاذ رمضان، يعني هل هذه الأحداث تزيد من الشقاق ما بين الدولة والإخوة المسيحيين أم المسيحيين والمسلمين؟ لا، هو بصورة عامة مبدئيا الأحداث مثل هذه الأحداث مفترض ألا تحدث في أي، يعني تحت أي صراع موجود في الدولة. الأساس في العلاقة هي المواطنة، فالمفترض أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين مبدئيا انها تكون علاقة لحمة، والا مش هنعرف نعيش مع بعض في المجتمع. وبالتالي هنا العلاقة بين الشعب نفسه المفروض طالما ان هناك مودة موجودة دي هتخلي المجتمع نفسها في حالة الترابط. دي رقم واحد. الحاجة التانية هي مسألة الامن، ان انا السلطة مسؤولة عن المسيحيين على الشعب، سواء اذا كان المسيحي او سواء اذا كان المسلم. فالطبيعي جدا اذا انفلت الامن على اي مواطن، على فكره مش لازم مسيحي او مسلم، الامن اذا انفلت على اي مواطن، ما في قتل كتير بيحصل بين المسلمين والمسلمين، لكن انفلات الامن من طرف الحكومه ادى الى ان في حاله انفلات بين مسيحي ومسلم يحصل نوع من الاشتعال في الوطن. دي الكارثه. يعني هنا نربط الفرس بان ضروري جدا من ان الامن ياخذ في الاعتبار ان الانفلات الامني وانه يسير على النهج الحالي من الممكن في غايه ان يؤدي الى تهاوي الدوله، يؤدي الى في الى الى الى, إلى خطوره احنا ما نقدرش نقف قدامها. بتنظر ازاي للهتافات المسيحيين امام الكاتدرائيه؟ انا عايز اقول لحضرتك يسقط حكم المرشد. شوف، هذا الهتاف طبعا هو احنا ما نحبش انه يتقال، لكن انت اذا اعتبرت ان هناك مواطنون بيقولوا هذا الكلام فانا ما اقدرش، زي ما بقول سعادتك في البدايه ان الجميع علينا ان احنا ننظر على الجميع سواء. فاذا كن هنا مش لازم بقى ان انا اجي اصنف ان مين اللي بيقول يسقط حكم المرشد. ما هنا عشان من برضو ما نوصلش الامور الى حاله من العصبيه الطائفيه او العصبيه الدينيه. انا لما هقول اي مواطن دلوقتي يقول يسقط حكم المرشد، طالما انه واحنا قلنا اعتبرناها باي حال من الاحوال انها تظاهرات سلميه ولم يؤدي الى عنف، احنا مش هنتكلم في الموضوع ده، لانه مش هيدخل فيه ان انا يسقط حكم المرشد وانا اقول له والله يسقط حكم الكاتدرائيه او لا القسيس ما ينفعش او البطريرك ما ينفعش. انما لابد ان نعترف ان الجميع سواسيه ومواطنين. لما مسلم يقول يسقط حكم المرشد معناها ان انا مش هتقبلها، ولما مسيحي يقول يسقط حكم المرشد يبقى انا لا ده ما ينفعش وانا اضربه واقتله، لا مش هينفع. فبالتالي علينا جميعا ان احنا كيف نقدر المواطن. المواطن لا ننظر الى ديانته، وبالتالي عندما نستطيع ان يدخل ينزل في الشارع. دي الصورة النموذجية، بس احنا بعد كل احداث بيحصل زي ديتيت بنبتدي نقول الكلام والمواطنة والحرية. انا عايز اقول لحضرتك على من تقع المسؤولية في هذه الحادثة الاخيرة. الحادث على الدولة في الامن، ما اقدرش اقول باي حال من الاحوال. المسؤولية الأساسية أن هناك فوضى في الشارع، وفوضى الشارع حطت على الجميع، بس الأمن يتحمل المسؤولية الأولى رقم واحد. وبعد كده أنت زي ما بنقول الأمن رقم واحد، وبعدين أنا عندي أحمل مسؤولية البلطجية الجنائية، وبعد كده أحمل مسؤولية الناس اللي بتتكلم مفيش حاجة، ويحمل مسؤولية الضرب اللي حصل. إنما ما أقدرش بأي حال من الأحوال إن أنا هسمح لفريق يقول يسقط حكم المرشد واسيبه واقول والله دي مفيش مشكله، وفريق تاني يقول يسقط حكم المرشد واقول لا 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 ده المسؤوليه عليه، ما ينفعش. فمساله الحكم النموذجي او مساله زي ما انت اتفضلت دلوقتي بان نحن نريد الدوله النموذجيه، ده مطلب. وانت العلم دائما او الكلام العلمي انك انت لابد ان يكون هناك عدل. يعني انت عندما تقيم دوله فلابد ان تقيم دوله العداله. انما اذا كنت بقى انا مشاكين مثاليه يبقى اذا الدوله. لا انا قصدي يا فندم ان دايما العبارات دي بتتقال بعد كل احداث بتحصل بين المسلمين والمسيحيين، وبنقول الكلام بتحصل بين المسلمين وبتحصل بين المسلمين والدوله.
مش لازم تحصل بين المسلمين والدولة. انا بتكلم على سياسة المسكنة وبتحصل بين المسلمين والدولة. يعني حضرتك نروح للصفحة التامة. زيارة مرسي للسودان تحيي المثلث الذهبي مصر السودان ليبيا. يعني افاق التعاون بين الدول الثلاث في ظل ان هل ليبيا عندها فعلا القدرة ان هي تقدر تعمل نقدر نعمل مثلث ما بين مصر والسودان وليبيا، خصوصا ليبيا بتشهد ربما عدم استقرار داخل البلاد، عصابات مسلحة ما الى ذلك. والله انا هقول لسعادتك حاجة، هو اي تقارب عربي احنا معاه باي حال محوال. يعني الفكرة نفسها في ان يكون موجود هناك مثلث فطبيعي جدا ده شيء ايجابي، وطبيعي جدا ان الدول العربية قد ما تقدر تعمل تجمعات، فده امر هيكون جيد وجيد للشعب وجيد للحكومات في حد ذاته. مسألة بقى ان انا عندي هنا ليبيا بالوضع الحالي وكده ووضعها، واحنا كمان وضعنا كمان ما هوش بالدرجة النموذجية، يعني لا ليبيا اصبحت تم شفائها تماما من مسألة الثورة ولا احنا كمان تم شفائنا من مسألة الثورة تمام. وايضا السودان في هذه الحالة لسه الجرح بتاع جنوب السودان. انما المقصود ايه؟ ان هناك اذا استطعنا ان نجمع الايجابيات في الحكومات الموجودة دي دلوقتي ونستطيع ان احنا ننميها، وان كل دولة بقى تبقى مسؤولة او كل حكومة تبقى مسؤولة على انها تظبط امورها في الداخل، يبقى ده امر جيد في حد ذاته. ليبيا عندها امكانيات، صحيح ما زال هناك فوضى في الشارع زي ما احنا عندنا برضو، الامور ما زالت لم تستتب الامر والاستقرار في الشارع. في اللحظة دي ايه اللي ممكن، يعني حسب ما بيقول الملف اللي في الجورنان، ايه اللي ممكن يعملوه الدول الثلاثة؟ والله اللي بيقول اللي بيعملوه الدول الثلاثة ان السودان دايما كنا بنقول عليها ان هي سلة الغذاء العربي. وعندي ليبيا عندها البترول، ومصر موجود فيها القوة البشرية اللي نقدر. بعد كده عندنا الربط اللي بين مصر والسودان بالنسبة للمياه وبالنسبة للنيل، فده اقتصاديا يفيد الدولة. وفي حالة هناك استقرار في الثلاث دول، وفي حالة أن تكون هناك خطة شاملة تستطيع أن تنهض بالاقتصاد، هنقدر نستطيع في هذا الوقت أن احنا نستفيد اقتصاديا من أي تجمع، منهم التجمع الجوار، لأن التجمع الجوار هو أقرب لك. لأن المسافات قليلة، وسائل النقل هتبقى أسهل شوية، زي ما قلت سعادتك إن الزراعة هناك، نحن هنا ننقص الزراعة، عندنا هناك الأرض الخضراء موجودة في السودان ممكن تمشي، يعني ده. ولكن هذا كله مربوط ومرهون بالاستقرار السياسي. إذا استطعت إنك أنت هتجيب أي توليفة بين أي دول في عدم استقرار سياسي، الدنيا هتبوظ. حتى دلوقتي حضرتك لو شفت دلوقتي أوروبا، في بعض الدول الموجودة في الاتحاد الأوروبي ليس لديها استقرار اقتصادي، بقت يعني خوفت الاتحاد الأوروبي نفسه وزلزلت اليورو وأدت إلى نوع من انهيار العملة هناك. تمام. الصفحة 11، من يقف وراء حرق ملفات تحقيقات الفساد والعنف؟ مثلا انتوا عاملين ملف كبير في الموضوع دوت. احنا عاملين ملف لان كان فيه يعني فيه علامات استفهام. هذه علامات الاستفهام دائما في يعني حرق الملفات، بتجد انها يعني زي يعني من الذي يقف وراء هذا العبث؟ يعني شوف، انت الان عندما تتكلم في صحيفة على من يقف فتأخذ بضوء الشبهات، إنما لا تستطيع أن تأخذ بدور اليقين. صحيح. اليقين في النيابات والتحقيقات، ولكن أنت عليك بأنك تلقي الاستفهامات الموجودة، ما لماذا يحدث هذا ولماذا الطبق الثالث، فإن سعادتك إزاي وليه يحدث في الوقت ده ولماذا بعض القضايا الطبق الثالث، لماذا الطبق الثالث؟ لأن هناك بعض القضايا فيه اللي كانت لسه القضايا الجديدة اللي كان منها سويرس، وكان منها بعض القضايا الموجودين في ميدان التحرير، لسه بعض القضايا موجودة فيه. فأقصد أقول لسعادتك أن تسليط الضوء على 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 قضية عنف لا يجزم إطلاقا أي صحيفة أنها وضعت يدها على من مجرم، ولكن هي تثير الموضوع، ولكن في النهاية التحقيق والتأكيد يأتي من النيابة ويأتي من القانون. تمام. الصفحة 9، أموال مصر المهربة بين صفقات التصالح وأحكام البراءة والفساد المؤسسي. أيوة. ماذا تقصدون بهذا العنوان سيدي؟ بص يا أستاذ العزيز، هي المسألة إن أي أموال
بتخرج من الحكام دائما، ويحدث ثورات في الدول التي كان بها الحاكم، فلا تستطيع انك انت تستردها الا باحكام جنائية. يعني انا ما بقدرش، زي ما كنا بنقول ده احنا خلاص هنجيب فلوس مبارك ده وكم مليار والشعب كله بقى فرحان وكل عايز زيادة رواتب والحاجات هترخص وخلاص ثورة خلاص وكلنا هنعيش في سعادة وود والكلام ده كله. لكن للأسف الشديد حتى الآن لم يتم إدانة حسن مبارك في كثير من القضايا اللي تخليك انك انت في سويسرا لا يقبلوا اطلاقا بانك انت تسحب هذه الفلوس الا اذا تم اثبات ادانه كامله بان هذا الشخص مجرم، وبالتالي تستطيع ان تحصل على الفلوس، تستطيع ان تسترد اموال. فاذا لم تستطيع ان تؤكد اجرام هذا الشخص هو هيديك الفلوس بتاعيه. والكلام ده على فكره في اكزامبل كده موجود في نيجيريا. نيجيريا قعدت حوالي 15 سنه عشان تسترد فلوسه، والاخر استردت تقريبا نص مليار. فالمسألة ببساطة شديدة أن الأموال المهربة، لكن للأسف الشديد أن البعض أثار موضوع الأموال المهربة كأنها أن احنا هنجيبها بكرة ولا بعده خلال أيام خلال أسبوع، لكن المسألة غير كده. المسألة الدول لا تتعامل بالعواطف، الدول تتعامل بقوانين وجنائيات. إذا لم تستطيع أن تقاضي وتثبت أن هذا الشخص اللي أمامك عليه قضية، مستحيل حد يديك فلوسه، مش هينفع. وبالتالي حتى الآن النتائج كل معظم الأحكام تقريبا على الرئيس الراحل أو صحيح. المخلوع لم تضي في النهاية إلى حكم نافذ. يعني أستاذ رمضان، عنوان آخر: بعد وصول الدولار لأعلى المستويات الأسعار تشتعل في المحافظات. يعني علاقت ارتفاع الدولار ولماذا وارتفاع الأسعار اشتعال الأسعار في المحافظات، ما العلاقة بين الاثنين؟ العلاقة بين الاثنين العلاقة بين الاثنين ان معظم المنتجات اللي عند حضرتك انت بتستوردها من الخارج، وبالتالي فأصبح كتير جدا من المواد الغذائية اللي عندك الموجودة دي ارتفع سعرها. بمعنى انا عندي أزمة في السولر حاليا موجود، والأزمة حاليا أزمة الطاقة. أزمة الطاقة دي لم تستطع وزارة المالية توفير العملة الصعبة ان احنا نستورد الكيروسين الموجود الطاقة اللي عندنا. فنعمل ايه؟ اصبح دلوقتي انك انت عشان تنقل البضاعة حتى من محافظة لمحافظة انتاجية مش محافظة، اصبح سعر النقل عالي. طب السعر النقل العالي ده هيرهب مين اللي بيتحمله في الاخر؟ بيتحمله المواطن الغلبان، بيتحمله الكوسة دلوقتي او البطاطس اللي كانت ب2 جنيه بقت ب3. تنزل السوق دلوقتي لما كان معاك 200 جنيه وتقدر انك انت تاكل بيهم وتقدر انت ترجع بال 200 جنيه دي شايل بهم حاجه، لا انت عايز 300 جنيه عشان تمشي الامور عشان تقدر انك انت تصبر. الدولار سيد العزيز لم يحقق لم يسبق هذا الرقم الان، وصل في السوق السوداء الى 8 جنيه وقيل انه وصل ل 9 جنيه. وعايز اقول لحضرتك حاجه، هو للاسف الشديد الحكومة الحالية يعني من 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 شهر يونيو الماضي حتى الآن 10 شهور الدولار ارتفع. من يونيو الماضي هو كان في بداية يونيو الماضي كان 6.06 جنيه، فاهمني حضرتك؟ الآن 6.86 جنيه، ده الرسمي، ارتفع بنسبة 13.5%. ما حدث في هذه الزيادة ما حصلتش قبل كده في 10 شهور. احنا قعدنا من سنة 50 لسنة 70 الدولار لم كان ب 38 قرش، انتهى في سنة 70 ل 40 قرش، زاد 5% خلال 20 سنة. مش 10 شهور يطلع 13.5، ولسه الله أعلم. يعني إذا لم تستقر الأمور في الشارع، احنا دلوقتي عمالين نهس على كارد صندوق النقد، وصندوق عمال يقول يعني خلاص يا جماعه اتركوا العمله اتركوا العمله، والبعض يقولوا ان خلاص هنوصل ل 8 جنيه، وفي ناس قالت لا ده وصل ل 9 جنيه وهكذا. ارتفاع الدولار هيؤدي بينا الى ان كل الاسعار ترتفع، حتى البدله اللي حضرتك لابسها دي هتنزل، الماتيريال اللي عليك طب انت هتعمل ايه؟ دي بدله مصري. تمام. عالم يمكن خبر بقى خبر شويه، عالم مصري يكتشف ماده لتنقيه المياه من الاشعاع النووي. بصراحه ده في الصفحه السادسه من جريده الشعب. دايما المصريين مشرفينا زي ما بيقولوا يعني. والله الحمد لله. هو هنا في مصر هنا ولا بره؟ لا ده في اليابان. ده مصر عايش في اليابان. بالظبط. نعم. بالظبط بالظبط. ده هو العالم اسمه الدكتور شريف الصفتي، ده قدر ان هو ينقي
المياه من بعض الملوثات النووية، واليابان حتى مرشحها لأنه يأخذ جايزة نوبل في الكيمياء. يعني العقول اليابانية ما شاء الله حتى في اليابان هنا. أنت لو قدرت تستقر هنا في الشارع إن شاء الله بإذن الله تعالى، ونعرف نعمل النهضة، إنما بالحالة دي مش هنعمل حاجة بالوضع اللي احنا فيه، ربنا يسرها إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، متواصلين معكم في تحت الطبع، فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى. اهلا بكم من جديد، ما زال مستمرين في قراءه عناوين صحيفه الشعب مع الاستاذ رمضان عرابي مدير تحرير الصحيفه وخبر رياضي. الاحتراف الخارجي يمغص احلام الاهلي في ضم حارس الاسماعيلي. ده الاهلي يعني مشاكل بين الاهلي والاسماعيلي، يفكر انه يضم الحارس ده. هي دي الاشكاليه. تذكر حادثه حسني عبد ربه، ولو حصل لما كان جاي الاهلي والدنيا اتقامت ما عادتش. هي دي حساسيه الاهلي والاسماعيلي. يعني حضرتك دايما تلاقي فريق الاهلي كده فيه 4 5 من الاسماعيلي، ما بياخدش واحده ولا اتنين، بتحس تلاقي ان تلت الفريق من الاسماعيلي او كده، فده بيصير نوع من الحساسيه لدى الدراويش يعني عموما. يعني تمام. لكن الحارس ده لانه هو طالع من يعني من احسن الحراس الافريقي للشباب اللي خدوا الكاس الافريقي الحالي للشباب. حتى الان هم بيفكروا انه طيب هل هناخده في الاهلي ولا يحترف برا. انا شايف من وجهه نظري انه الاحتراف برا هيكون جيد، يعني ليس لانه يعني لان الاهلي حاليا بصراحه شديده عنده شريف اكرامي، عنده مجموعه من ولسه شباب صوارين، مجموعه من الحراس جيدين يعني. لكن ده في النهايه هيرجع الى المجد الاسماعيلي. حارس سوبر يعني والله. هم ما شاء الله كلهم شباب صغير، يعني ما وصلتش لسه، لان الحارس السوبر هيحتاج لنوع من الخبره. انما سواء الحارس الجديد او سواء شريف الكرابي هم صغيرين امامهم، يعني انا شايف انهم هيبقى سوبر وهيبقى قوي جدا، ولكن ممكن خلال 5 سنوات اعتقد انهم هيقدروا كم نتمنى. هنختتم بالكاريكاتير، وهذا الكاريكاتير يحمل معاني سياسيه. كاريكاتير عن خطر المد الشيعي في مصر. يعني دايما بيهاجس التشيع والخوف من توافد السياحة الإيرانية على مصر، هي حقيقة أم شيء مبالغ فيه؟ لا، أنا شايف أنه شيء مبالغ فيه. مسألة مد شيعي أنا شايف أنه شيء مبالغ فيه. ولو أنه يعني الشيعة موجودين في البحرين، عايشين مع البحرين مع السنة. لا ده لا الشيعة خلت السنة الموجودين في البحرين بقى هم كلهم شيعة، ولا السنة كمان غيروا من الشيعة وقالوا لا والله ده الشيعة خلاص مشوا وكده. انا شايف ان مسألة المبالغة في مسألة ان الناس هتغير مذاهبها، انا شايف ان امور يعني تدخل في اطار التفكير السطحي شوية. ليه؟ لان كل واحد متمسك بمذهبه الى درجة عالية. مش صحيح مهما كانت مصر ومهما كان الفقر فيها ومهما كانت الادوات اللي يقدروا يعملوا فيها، لا اعتقد ان المصريين يعني هم معتدلين بالضبط. يعني ما لا ما تقدر، صعب قوي انك انت تغير يعني فكره واحد بمنتهى البساطه، يعني بان انا الناس هتزور مصر، ده بالعكس ده هيجيبوا لنا سياحه وهيجيبوا لنا فلوس. يمكن السياحه الايرانيه مزدهره في ماليزيا في اندونيسيا، هناك الاعداد الالاف من الحجاج الايرانيين بيذهبوا كل عام الى السعوديه، هناك العديد من نحن محتاجين سياحه. احنا بيذهبوا حتى الامارات يعني بالظبط. احنا هقول لحضرتك حاجه، السنه اللي فاتت بس كان كل دخلنا في السياحه كان 8.8 مليار. قبل يعني في سنه 2012 كنا 12.5. الفرق ده اللي عندي نادى ده عمال اجري ورا صندوق النقد عليه. ما انا لو عندي دخل في السياحه جيد انا ما كنتش لا بقليل ولا بكتير كل الاسعار، كل الاسعار اللي ارتفعت دي واللي بيدفع ثمنها المواطن الغلبان المسكين ما كناش وصلنا ليها. فلازم الناس تفكر شويه بطريقه علميه، انما الطريقه السطحيه دي غير منطقيه. ان انا كل ما يجيني سايح من ايران الحق ده هيتشيع. طيب يا جماعه الاثار، لا الاثار ده حرام وما اعرفش هنهدها. طب هنعيش منين؟ والاخر مفيش بديل، والاخر فعلا بتلاقي الميزانيه بدانا ان احنا نستدين كل شويه. لابد ان تكون لدينا خطه اقتصاديه علميه فاعله نستطيع بها ان ننهض بالدوله. إذا لم تكن هذه الفكرة الاقتصادية الموجودة مش هنقدر نعمل حاجة. نتمنى إن شاء الله أن الأمور تنصلح يعني بإذن الله. تمام.
الأستاذ رمضان عرابي مدير تحرير جريدة صحيفة الشعب، مشكرين جدا ليك على تشريفنا النهاردة. تسلم فعلا. تسلم أهلا بكم. مشاهدينا الكرام شكر موصول لكم أيضا، إن شاء الله غدا نتجدد معكم اللقاء وحلقة جديدة من تحت الطابع. نشكر لكم حسن المتابعة وفي أمان الله.